اللي يبغى يشتري رقم روكت ليج عندك موقع روكت ليج اكسشينج، الرابط في الوصف، والكريدت عنده مرخص من اللعبه، فاي احد يشتري لا تنسى كود بي اس ال راح يخصم لك 3%. الموقع متوفر فيه كل شيء يخص روكت ليج سواء على ستيم، ايبك جيمز، بلاي ستيشن، اكس بوكس. يعطيكم العافيه، الرابط في الوصف. السلام عليكم، اليوم جايب لكم مقطع جديد. اليوم بطولة ال 1v1 اخيرا. اللي شاف المقطع اللي راح حق امس يعرف ان بطولة 2v2، وقلت في نفس المقطع انه راح انزل بطولة 1v1، راح ينزل لكم مقطع خاص باذن الله بعد كم يوم، مقطع بيجيب هذا المقطع ال 1v1 للامانة حماس اكثر من 2v2. لعب ممتع، اهداف ممتعة، بتشوفون كل شيء بعيونكم. فوق كذا شاركت يعني في ال 1v1 يعني كذا، بتشوفون ايش صار. فقبل ما نبدا المقطع، لايك، اشتراك، فعل زر التنبيهات، الله يسعدكم. ما بقي شيء على 800,000. اذا عجبكم مقطع لايك، كود لايك تشوف بي اس ال، موقع روكت ليج اكسشينج، الرابط في الوصف، كود بي اس ال يخصم لكم 3% اذا تبغى اراضي روكت ليج. يعطيكم العافيه، استمتع بالمقطع. اوكي، ضد مين؟ كنا اسمه انستا قبل شوي. يب، انستا مدري ايش. بسم الله وعلى بركه الله. هل انصق يا شباب؟ تصويتكم ايوه. توقعون انهزم ولا جليد؟ شكل بلاي ستيشن صح؟ بسم الله بسم الله. لا ليش قاعد تسوي فيك انا؟ لا 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 يلعيد. انا ضوت سيف ليه؟ اوكي اوكي اوكي، بشد بشد مع ضد هذا، بشد والله. حبيت الجدار. قول المشكله استهبالي، ما اخليه. وات، كيف صدمني ما ادري والله، كيف صدمني ما ادري، حرام. شاف شكله هزيمه اول مباراه، لاني عشان كذا اكره الوافيون، احب التيم وورك، احب هذه الاشياء. اوكي، ما اتوقع اني اروح فلوش. عطى وات سيف. اوكي، هل نرجع في هذا؟ الله يا عيني، سيلينج. كيف جبتها؟ ما ادري. لا اوكي، تكفى هدف. اروح ولا ما اروح؟ ليه 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 ليه؟ يا ساتر. اوكي اوكي اوكي، جي 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 يا خوي. يلا، ما تقولي مو بهدف. اشوا اشوا، 2-0 يا عيال. جبت العيد في البدايه، حوضت كل شيء. 5 هلو، والله حرام ما ابغى اسجل. طيب خل شوف، بخلي الكورة يلا روح. يعني ما يبوس كل شيء، اقدر اروح بس ما ابغى اجيب هدف. هذا اللي اتكلم عنه، يعني هو يقدر يجيب اهداف ترى، بس قاعد يهتم تصديم اكثر. والحين يحسب ما معي بوس. اوكي نايس نايس، راحت للبوس. طيب ما معك بوس. طيب الله، توقعت يضيع. الله، توقعت والله اني اسف، قسم بالله. يلا هدف. لك ودي ادخل ايش اسمه 1v1 جيم ثاني، اشوف يمكن يعني يجيني واحد لعيب اعطيه الفوز صدق، بس قاعني مره. والبليد والبليد، والله تلعب صراحه. في البدايه جلدني. انا ودي اوصل للنهايه بعدين افوز واحد. وات، ما صار يلعب الحين. يلا روح. اوه نايس شوت والله، حلو اللوك. انا ابغى اعرف اللاق الحين ايش يا شباب. والله شكله لعيب قايل لكم. مستحيل هذا تشامبون، مستحيل يا شباب مستحيل. تقول حساب ثاني. هلو، ايش طق هذه الغريبه؟ كالكليتد، قريته يا شباب قريته. ها كم توقع النتيجه؟ غير 10 يعني. هدف. لا الو، هدف. اوكي، هذا يقول لك البوس وكل شيء يا شباب. قاعد امشي بصفر. وات وات، يا الله شوف الحطه يا شباب.
خشوته نودي فوز والله والله ودي فوز ما قصر. اوكي انا اسف والله والله اني اسف. ما طاحت الحين جي جي والبليد والله جي جي صدق يعني جلدني في البدايه بس نهايه يعني. اوكي نايس كيك اوف. انا اصعب شيء عندي كيك اوف اصعب شيء زي ما توقع. شوفوا كيف هدفين ورا بعض. اوه نايس غليتها صح فجرتها بس اعطيتها هدف حلو والله العظيم. شقلب على ورا خايسه جدا 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 جدا. يا الحظ الحظ حتى ضبط سيارته يعني والله ضبط الجمبر ست ما توقعت يضبط ابدا. يلا يا خوي نبغى اهداف كويسه ها خلاص الجيم مبيوع لك بس نبغى اهداف كويسه انا وياك. جي جي يلا هدف كويس يا الله 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 الله. ايش هذا الاستقبال؟ ايش هذا الاستقبال الحلو هذا؟ متى اسوي ذي الحركات انا؟ اول دقيقه مرت بس. الله 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 ايش اللاعبين يا شباب ما شاء الله تبارك الله. الله ينواف الله ينواف يا عيني. في شوته؟ نايس شوت. نواف ما قدر يسوي اي شيء بالكره هذه. الله عليك يا سيف يا أسطورة يا أسطورة يا أسطورة. بس هجت فيه البوست خلص. اوكي اوكي جي 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 جي. الله يعينك نواف اللي ضدك سمير هذا اللي خايف منه. والله اللعب ما شاء الله يعني قاعد يمشي من مرمى لمرمى يعني مستحيل انه يكون شامبون مستحيل. يا عيني يا نواف يا أسطورة يا عيني يا شيخ. نايس دريبل نايس نايس نايس. الله يعيني والله كلوز اقسم بالله والله كلوز ون. انا اتوقع كل اثنين اصلا سميرفات. اللعب نواف يعني مو بتشامبون حتى يمكن يكون في 2 في 2 انه رانك جامد لعبه مو بذا مو زي لعبه يعني افضل مني بكثير. 5 4 وباقي دقيقه يعني ما ابداش على الجدار يعني يعني. اوكي يبغى تعادل يبغى تعادل. يلا خلينا نشوف 30 ثانيه النتيجه 5 5 او 27 ثانيه. هو بيروحون ريستايل وكذا. اوه المستي لو ضبط بس ليتني حاط عليه في البدايه. هاي شكله هدف. اوف والله جربه. اوكي اوكي هذا هدف. شوف التايمينج التايمينج يا جي 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 جي. والله التايمينج شوفوا كيف يعني هو صدها بس اللحظه اللي صدم فيها او اللحظه اللي تفجر فيها. والله جي جي صراحه جيم جميل للامانه جميل. لا ما تتركه زي كذا تكفى. اوكي اوكي جي جي. اصحاب الفينك لازم عرقين ما ادري ليش توقعت انه بيتفيك. جي جي يا فيرلس ما قصرت والله دخلت يا هدفين شكله مني يا شباب. يب نفس اللي كان ضدي. شوت يا عيني 14 ثانية تقدر تجيب هدفين. لو والله ما توقعتها. جي 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 ما قصرت. جي جي والله حطها في الزاوية توقعت انه برا للامانة من شوته. يلا عطى 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 خير. اوه نايس انا اتوقع انه سوى الجنب الثاني بالغلط كان ناوي يسوي شيء ثاني اتوقع. وات الله نزل بسرعه ما ادري شلون ما ادري مقصود ولا لا بس نايس. وات القرايه نايس ما ادري كيف طقها والله طقها طقه غريبه. باقي دقيقه والنتيجه 4-2 هل يقدر يسويها خالد؟ جي جي. جي جي والله والله جي جي هذا العيب والله 7-2 كيو دبليو يا ساتر ما يمزح والله شكله بيفوز في البطوله خلاص. عيني الشوته نايس يعيني المستي والسيف يا ساتر يا ساتر يا ساتر يا ساتر. الله جي جي الله جي جي. انا قلت لكم انه بيفوز فيها اديله يعني السيف. قولك قولك يا ازرق قولك يا ازرق الله عليك. عطوا الازرق الجيم يا برتقالي ولك $10 ولها $10 يلا.
يعني 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 اروح رياضيه.